السعودية تقترب من استعادة المقعد الرابع في آسيا. الاتفاق يأخذ نصيبه من الأهلي ويقفز إلى المركز الخامس. الأهلي يغلي وجماهيره تتساءل أين وصيف آسيا. الفيصلي يسجل أول انتصار خارجي في تاريخه. مهمة عربية للنصر والفتح أمام الحد البحريني والعربي الكويتي. إلتون في فقرة حياتهم في السعودية، حياتي في الأحساء بدون أصدقاء. من العناوين إلى التفاصيل، قبل ذلك أرحب بضيفينا في الاستوديو، الكاتب الرياضي الأستاذ حسن القرني. مساء الخير أستاذ حسن، وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير زميل عادل، مساء الخير للزميل حمد، مساء الخير لجميع الأخوة المتابعين. من الدمام اللاعب الدولي السابق والمحلل في القنوات الرياضية السعودية الكابتن حمد دبيخي سوف يلتحق بنا وهو معنا الآن. مساء الخير حمد. مساء الخير لك أبو تركي، مساء الخير للأخ حسن وللسادة المشاهدين. أهلا بكم. بالدخول إلى تفاصيل